مساء الخير. باسم الجامعة الأمريكية وباسم معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة بشكركم على مجيئكم اليوم وعلى تشريفكم لنا للاحتفال بالدورة الأولى من جائزة الأصفري للثقافة. جائزة الأصفري للثقافة مهتمة بكل أشكال الثقافة، وكل عام ستهتم بقطاع ما من الثقافة والفنون لتشجيع ودعم المبدعين العرب في هذه المجالات، ولإيجاد شبكات ما بينهم للتعارف والاهتمام ولوضعهم على الواجهة. يدير هذا البرنامج الدكتور حسن عباس من معهد الأصفري، وبنشكره على كل الجهد الذي قام به في مؤسسة هذه الجائزة، وعمل عدة مستويات من اللجان ومن المستشارين لجعلها في غاية الشفافية وفي غاية الحوكمة. وباسم المعهد وباسم الجامعة أشكره أيام الشكر، وسأترك له الفرصة لتقديم وستتقدم مؤسسة الأصفري التي منحت الجائزة المادية والدعم المادي بالتعبير عن شكرها للمتقدمين والمشاركين والحكام وأعضاء اللجان خلال العام المنقضي. شكرا لكم مرة أخرى، وأحييكم وأتمنى لكم إفطارا شهيا بعد الكلمات المتتالية. يعني احنا سعيدين كتير انه احنا موجودين معاكم اليوم لاول سنه للجائزه للثقافه، وطبعا احنا كمان كتير مبسوطين انه الاختيار الاول للقصة القصيرة، لانه بهالمنطقة العربية صارت كل القصص قصيرة للأسف حاليا، فكتير مهم انه نعبر عنها ونعبر عن ابداع المنطقة. وانا كتير مبسوطة انه شفنا انه تقريبا نص الناس اللي قدموا القصص كانوا من سوريا، وهذا بيعطينا أمل لهالبلد ولهالمنطقة، وإن شاء الله بالسنوات اللي جاية نشوف كمان يعني جائزات مختلفة عن يعني قطاع مختلف بالثقافة. فشكرا لكم كلكم لوجودكم معنا اليوم، وشكرا للدكتور حسن عباس وللمعهد، وإحنا من الأمنة بتاع المؤسسة وخاصة أيمن وسوسن مشكورين جدا لهال يعني مبادرة الجديدة، وإن شاء الله يعني تكبر كل سنة ويعني نشوف منها يعني نتائج كتير حلو. وأنا كمان كتير مبسوطة إني أكون معكم اليوم، لأنه هاي يعني تقريبا آخر يوم اللي كمديرة لمؤسسة الأصفري، ومديرتنا الجديدة معايا هون صبا المبصلات. تفضل. هلا ما بدنا نوجع راسكم نقضي كل الوقت عم نحكي كتير، بس كحدا من المنطقة برضو بحس بالفخار انه على الرغم من المعاناة اللي عم بتمر فيها المنطقة، الا انه الكلمة لازالت تعبر عن الواقع وعن الحلم وعن المستقبل. فكرة انه المعاناة لا تقتل الابداع، على العكس هي تغذي الابداع، هو شيء احنا بنحتفل فيه اليوم. فاظن الاحتفال هو اكبر من القصة، هو الحقيقة التي تروى بقصة. وبتأمل انه نحن عم نحتفل بالقصص التي رويت، نتذكر الكثير من القصص اللي للأسف لم توثق ولم تروى، لانه هاي القصص كمان تستحق منا يعني التقدير وان نذكرها بحب وفخار. إلي الشرف اكون هون، هو اول اسبوع إلي او يعني بداياتي مع المؤسسة، وان شاء الله انه بسمح لي الوقت اتعلم منكم واشتغل معاكم حتى نكمل المشوار. شكرا. مساء الخير، شكرا كثير لحضوركم معنا اليوم، وشكرا اولا للدكتوره دينا خواجه مديره المعهد اللي رعت هذا النشاط وهي الفعاليه. انا مدين لك يا دينا بانك كنت مساعده وداعمه لهذا المشروع. شكرا لمؤسسه الاصفري اكيد يلي هي كانت ايضا يعني قدمت الجائزه، وهلا راح تقدموا لنا الجائزه. شكرا للجنه التحكيم، لجنة التحكيم اللي مشكلة من ثلاثة من كبار الأدباء العرب، بل اسمحوا لي أن يكون شوي مبالغ وأقول من الأدباء ذوي الصفة أو الصفة العالمية أو المستوى العالمي، الأستاذ إبراهيم عبد المجيد من مصر، الأستاذ حسن داود من لبنان، والأستاذ إبراهيم صموئيل من سوريا ومقيم بالأردن وبيعتذر ما أجا، عنده أسباب شخصية منعته من الحضور.
الجائزة مثل ما تعرفوا حضراتكم انكم على الاقل على الاغلب انكم متابعين الفكرة. جائزة هي السنة اول دورة من دوراتها، والجائزة مخصصة للفعل الثقافي ليس لجنس ادبي محدد او بعينه، هي للفعل الثقافي. في هذه السنة كان فعل كتابة القصة، لكن في العام القادم يمكن تكون شيء آخر. طبعا نسيت أنا كمان أشكر، عذروني، مجلس الأمناء اللي حاضرين معنا، السيدة بسمة الحسيني، الدكتورة ماري إلياس، الدكتورة ماريان جيم، والدكتور ماهر جرار يلي للأسف كمان ما قدر يجي لأسباب صحية. فالجائزة إذن هذه السنة هي لكتابة القصة القصيرة، كانت مفتوحة. حكت صبا عن القصة، ما رح زيد ليش اخترنا القصة، كانت مفتوحة للجميع للمشاركة. شارك 53 كاتب وكاتبة شباب على الأغلب. في عنا بروشير عملناه خصيصا لهي المناسبة، ممكن تتابعوا فيه البيانات الخاصة بهي الدورة، عدد المشاركين، تصنيفهم الجنسي، تصنيفهم حسب الجنسية. طلع معنا طبعا أكثر شيء تقريبا 50% من سوريا، يمكن لأنه أكثر بلد يعاني ونعرف، وهذا كان ما كان في أي تدخل من قبلنا يعني صدقونا. وفي مثلا حسب الأعمار قديش نسبة الأعمار، وإذا كانوا الناس موجودين في الداخل أو الخارج، وفي أكثر من 30% أنه من المهجرين. اللي فاز بالنهاية، وصلنا بالنهاية إلى لائحة قصيرة من 5 أشخاص، 4 منهم من سوريا. وبالتحكيم الأخير للجائزة القصيرة خلال الأسبوع الأخير اللي قاموا فيه أعضاء لجنة التحكيم، يعني أتمنى أن نقوم يوما ما بنشر هذه المجادلات التي جرت بين الأساتذة الثلاثة، لأنها فعلا درس في النقد الأدبي. يعني من الهام جدا أن نقرأ كيف عالج هؤلاء المحكمون، كيف عالجوا النصوص التي بين أيديهم. وطبعا الشروط اللي كانت أو المعايير اللي كانت محطوطة هي 4 معايير: سلامة اللغة، الموقف، الصياغة الأدبية، ومعيار الرابع على الكل نسيته. على الأقل فاز 5 يستحقون فعلا وصلوا إلى اللائحة القصيرة، يستحقون فعلا الوصول إلى اللائحة القصيرة. وفاز مناصفة 2 هم أنس نصيف، وهو شاب سوري مقيم في الدوحة. ومبروك كمان أنس، مبروك أنس لأنه أخذ الماجستير في الفلسفة من أسبوع أو من أسبوعين. والدكتور حسان الجودي سوري أيضا مقيم في هولندا. والدكتور حسان أستاذ في الجامعة، يعني مفاجأة أن يكونوا جامعيين ومبدعين أيضا. بس يعني يمكن يكون هذا شيء متلازم، أنه حتى يكون واحد مبدع لازم يكون كثير الثقافة وكثير العلم أيضا. يمكن مش ضروري بس هالمرة، أبدا مش ضروري بس هالمرة هيك صادفت. أهلا فيكم، ما نطول. هلأ إذا بتسمحوا لنا نسلم شهادة، أعطي الكلام أولا للجنة التحكيم إذا بيحبوا يحكوا كلمة سريعة ويسلموا الشهادات ل الفائزين. تفضل أستاذ حسن وأستاذ إبراهيم. مساء الخير عليكم، سعيد طبعا جدا أن أكون متواجد معكم في بيروت بالذات، يعني اللي هي الفاكهة بتاعتنا احنا كعرب. يعني المسابقة أسعدتني جدا لسببين: أنها في القصة قصيرة، وهذا الفن يعني مجنى عليه بسبب الرواية اللي أنا بكتبها برضو، فنادرا ما يبقى فيه اهتمام بالقصة القصيرة، وأنا بسعى من زمان أن أتآمر على الرواية ونرجع للقصة القصيرة ثاني زي زمان، لكن مؤامراتي كلها بتفشل، فكنت سعيد جدا. القصص كلها يعني أنا كان دوري فيها يعني كمحكم يعني أو كواحد عنده خبرة، يعني هي أن أنا لا أنظر في موضوع القصص لأن الموضوعات متشابهة، إنما كيف كتبت القصة، والفن عموما يعني ليس ما تكتب ولكن كيف تكتب. والقصص كلها تقريبا اشتركت، كلها تقريبا 90% منها اشتركت في الألم،
كلها عن المنافي وعن المعتقلات وعن السجون وعن داعش وعن حروب طرف راية الإسلام. فكانت صعبة جدا على النفس، يعني الواحد برضو ساعات ما بياخدش باله أو عارف اللي بيحصل بس بينشغل. لما تقعد تقرأ 150 قصة في الموضوع كان عملية صعبة جدا. فأنا حاولت بقدر الإمكان أن أختار القصص التي تسعى لتقديم القصة بشكل في لغة مختلفة، ما فيش تمهيد كتير، ما فيش حكم وأمثال، في صورة أكثر ما في حكي. واستطاع أنها ننجح في الحكاية دي، وتناقشنا مع بعض أنا وحسن وإبراهيم، يعني مناقشات مهمة جدا. وبهني اللي فازوا الاثنين الفائزين، وبهني حتى بقيت المجموعة الخمسة، كويسين جدا جدا، وسعيد أوي باللي أنا أكون موجود معكم يعني. شكرا. يعني أنا لما حسان اتصل فيي وقال لي أنه في تحكيم لمسابقة قصص قصيرة، فكرت أنه الأمور رح تجري مثل العادة. فوصلنا 47 مشترك، اللي كانوا فاجئ أنه كل مشترك عنده 3 قصص، وكل قصة هي عمليا رواية صغيرة. فتذكرت مرة صار معي شيء من هذا القبيل، اتصلت فيني صديقة من رام الله وقالت لي أنه بتحب تشارك بالتحكيم. أوكي إن لا من شارك. فلما اجيوني النصوص من رام الله، وإذا بها شي 6 صناديق، كل صندوق كان كبير هالقد، كان حقيقة قراءة هذه النصوص. مش عم نحكي هيك بالمناسبات يعني، لا فعلا كان ذلك حقيقي. كانت النصوص مفاجئة فعلا بمستواها الأدب العالي، بقوة التعبير اللي فيها، بحملها فعلا للمعاناة الفعلية اللي عم بيعيشوها المشتركين وبلادهم ومواطنينهم. يعني كان هالشي كتير كتير أنا يعني لقيت، مش بس كان عم بيقول الأستاذ إبراهيم أنه معايير القراءة عند الواحد، كمان أنا بضيف على ذلك معيار جديد، هو أنه الأشياء الحلوة، الأشياء المهمة، الأشياء اللي بتأيديها مباشرة، هي الأشياء اللي بتشعر بتقولي يا ريت أنا بكتبها. فكثير من النصوص المشتركة، بعض النصوص كان فيها كمية من الألم ومن المعاناة كبيرة إلى حد فعلا. هون بصير الواحد يقول بدي حط على جنب معايير أدبية نقدية عادية، بدي أشوف شو عم بقرأ. فمبروك للفائزين، وإحنا مبسوطين فيهم ومبسوطين أنه قرينا ما قرأنا. وكمان للتذكير بأنه كتار منهم كان كمان بيستحقوا، لكن عادة المسابقات بتصير أنه عليك مجبرة أن تختاري من المتقدمين. أهلا وسهلا فيكم ومبروك مرة أخرى. سيد حسان تفضل. سيد أنس تفضل. طبعا نحن هلا عم نعطيهم الشهادة التقديرية المكتوبة ورقا، ولكن الشهادة الحقيقية $5,000 لل ما هيك. مبروك مبروك مبروك. شكرا شكرا. طيب نحن طلبنا من الفائزين انه يقرأ لنا كل واحد نص، حتى على الاقل يكون تبرير يعني قدام الزواقة والنقاد والصحفيين. تفضلوا يا انس وحسان، بتعرفوا نص قصير. مساء الخير. بداية اود ان اعبر لكم عن سعادة البالغة لتواجدي بينكم اليوم، وعن امتناني العميق لجميع القائمين على جائزة الاصفر للثقافة، وأخص بالذكر الدكتورة دينا خواجة مديرة معهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة، والدكتور حسان عباس مدير برنامج ثقافة المقاومة، كما أشكر منظمي هذا الحفل، ولا أنسى أعضاء لجنة التحكيم الأساتذة إبراهيم صموئيل وإبراهيم عبد المجيد وحسن داود على اختيار نصوصي ونصوص الدكتور حسان الجودي للفوز بهذه الجائزة. ولا أنسى أقرأ عليكم إحدى قصصي وتحمل عنوان الزنزانة ذات الأرجل.
الأيام التسعة الأولى كانت سريعة مألوفة، ولنقل إنها متوقعة إلى حد بعيد. كانوا عادلين إذ عملوا الجميع بالقسوة نفسها، مهنيين أدوا الوظيفة المنوطة بهم بإتقان شديد، وكانوا كلهم رجالا. عنصر المفاجأة المفقود قتل ارتباكا كان ممكن الحدوث، وجعل ردات فعلي رائعة بل مثالية، إذ قابلت مهنيتهم بمهنية سجين يعلم تماما أين هو وماذا عليه أن يفعل. ربطوني، ربطوا عصب عيني لم أعد أرى، أنزلوني الأدراج، نزلت، أدخلوني غرفة التحقيق، دخلت، ضربوني، توجعت، سألوني، صمت، عذبوني، تألمت، سألوني، أجبت. أهم ما يميز فترة التحقيق هو طبيعة العلاقة مع من يضربك. إنها علاقة مباشرة متينة شفافة غير معقدة، وأنت متحرر فيها من جميع المسؤوليات التي ترهقك في الخارج. أنت سجين، يا لروعتي هذا الامتياز. شيء وحيد عليك فعله بعناية هو أن تسحب ذات الخيط الفاصل بين الخيال والواقع، ثم تجمعه بشغف وتحشو به مؤخرة العالم. عندئذ ستر الأمور من زوايا متحركة، وقد تنعم بمقاربات مسلية جدا. الفخ الخطر الذي عليك تجنبه يتجسد في التساؤل الآتي: لماذا يضربك؟ للوهلة الأولى يبدو سؤالا طبيعيا ومشروعا، لكن إذا استغرقت في التفكير فيه فلن تجد فيه أكثر من خدعة بصرية. ذلك لأن المحقق في الحقيقة لا يضربك، وإنما يضرب وجهك، ظهرك، قدميك. اسأل نفسك وبكل جرأة: ما علاقتي أنا بالأمر؟ وكن واثقا من أنك لست رأسك ولا ظهرك، أنت شيء غير معروف، أنت كائن غير مفهوم، أنت أحجية لم يتمكن سقراط نفسه من حلها. وخلال تلك اللحظات التي تشعر فيها وكأنه يحاول أن يحاكي بملامحك أحد لوحات سلفادور دالي، وأنه يؤلمك جدا وأنك تكرهه إلى أبعد الحدود، احرص كل الحرص على أن تكون كراهيتك له محبوسة في تلك اللحظات فحسب، أن تكون عابرة ألا تتسرب إلى مجرى المشاعر المعمرة. ذلك لأن الأمر برمته لا يتعدى كونه نوعا من التواصل ومحاولة منه لفهمك بطريقته الخاصة. لكن لماذا؟ تفسير ذلك أنه إنسان كباقي البشر غريب الأطوار، ولتفهم ذلك يتوجب عليك عند رؤيته للمرة الأولى أن تتجاهل سطوة الانطباع الأول الذي ينبثق من كتلة الشعر السوداء العنيفة المستلقية فوق شفته العليا، وعليك أن تعلم أن هذا الموظف يعيد صياغتك من جديد بعد أن يأتي من منزله الدافئ هناك، حيث ينتهي من تناول الإفطار مع عائلته الصغيرة، فيقبل زوجته الحنونة قبلة محمومة بالحب، ولديه ابنة في الصف الثالث يربط حذاءها ثم يمسك بيدها ويخرجان من البيت، وفي طريقهما إلى مدرستها يعدها بالذهاب إلى الملاهي في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يهون عليها ثقل حقيبتها الزرقاء وقلقها من المذاكرة. يعانقها قبل أن تغيب عن ناظريه بين بقية الأطفال، ثم يكمل طريقه إليك متخيلا ابنته طبيبة لامعة تخفف من آلام الناس وتعتني به بعد التقاعد. لا تستغرب إذا قلت لك أيضا أن هذا الموظف كان طفلا في يوم من الأيام، وجميلا وحساسا إلى درجة فائقة، إذ كان يبكي عند سماعه صوتا ناعما يغني بشجن، وكان يضحك، صدقني كان يضحك كثيرا عندما تقترب منه أمه حاملة صحن السيريلاك، وكان يضحك أكثر إذ كان يبكي عند سماعه صوتا ناعما يغني بشجن، وكان يضحك، صدقني كان يضحك كثيرا عندما تقترب منه أمه حاملة صحن السيريلاك، وكان يضحك أكثر وتبرق عيناه عندما تطعمه وهي تقول له نم نم، أقسم أنها كانت تقول له نم وكان يضحك. في اليوم العاشر انتهت فترة التحقيق، اقتادوني إلى زنزانة صغيرة تحت الأرض، وبعد إذن بدت الأيام صعبة غريبة غير متوقعة إلى حد بعيد، إذ بعد مدة وجيزة أصبحت أشبه بثمرة خيار رفعت عنها السكين منذ لحظات بعد أن قطعتها إلى شرائح عرضانية، إلا أنها
حافظت على قوامها بسبب وضعيتها الأفقية، ولذلك فالأصح أن ندعوها خيارة لا شرائح خيار، ولهذا فقد بقيت مستلقيا خوفا من أن أقف فأنهار إلى شرائح فتذهب كينونتي. وعلى الرغم من هلوسات الوحدة التي راحت تهاجمني، فقد عملت على أن أكون هادئا بما يكفي للمضي قدما، نعم قدما، فقط قدما، دون ما معرفتي إلى أين سيودي بي هذا القدما، ومن دون اكتراث له أيضا. بعد نحو شهرين وبينما كنت أحدق في بقايا الكتابة المتراكمة على حائط الزنزانة، أخذت تطأني رائحة غامضة، أقول غامضة لأن لها صوتا، صوتا أخذ ينفذ من خاصرة اليمنى، لم يكن صوتا من النوع الذي يدخل من أذنك في اتجاه تلك الكرة لتقوم بتفسيره هناك. كان الصوت بطبيعته تائها خائفا قد يثقبك من أي مكان، ومع استطاع الولوج من الخاصرة مخترقا جلدي، آخذا شكل أنبوب تنظير طويل أعمى ومنفلت العرقال، يتحرك في كل الاتجاهات، يعض، يقرص، يلعق، إحساسك به لا يجيء من خلاله وإنما من خلال آثاره، ثقوب قلبية ضيقة مفتوح بعضها على بعض، أصبحت بعد مدة كشبكة أنفاق معقدة يقود فيها رجل دراجة نارية، سعى طويلا إلى الخروج من هذه المتاهة، وأظنه مع الوقت قد تصالح مع واقع مفاده أن هذه الأنفاق باتت وطنه الجديد، كما تصالحت أنا مع تلك الحكة التي تثيرها عجلات الدراجة في قلبي. وقد اتخذت قرارا بتجاهل ألاف الديدان التي كانت تسري في عروقي، ولا بد من أن أذكر الحزن الذي ظهر على هيئة جيوب دمع منتفخة استوطنت حول مفاصلي، وكذلك سدادة الزجاجات التي علقت في أعلى قصبة الهوائية، فأصابني الرعب من أن تكون إنذارا على أن رئتي ستمتلئان بالنبيذ عما قريب. الشيء الوحيد الذي لم يتسبب لي بأي ألم هو بكرة من الألمنيوم ثبت طرفاها بوركية من الداخل، وكانت تدور من دون توقف في فراغ لا متناه يمتد في أحشائي المتناهية. وكان ثمة بين الفينة والأخرى مقصلة تهوي على عنقي بسرعة الضوء فتقطعها ولا تقطعها، وفي لحظة ما بعد بضعة أشهر صرت ألمح باستمرار الكرة الأرضية تدور في وسط الزنزانة معلقة بخيط لا مرئي يتدلى من السقف. وفي الفترة التي أملت فيها بحصول معجزة ما عرفت أنني بلغت قعر اليأس. بعد انقضاء ما يزيد على السنة ونصف السنة في أحد أيام المرحلة الأخيرة في النهار أو في الليل ومن دون مقدمات واضحة، بدأت الزنزانة تتمايل يمينا وشمالا، وراح جسدي يتهدهد بثقل داخلها، كانت تقف، تجلس، تمشي، تركض، وأحيانا تطير، وفي بعض الحالات تسبح وتغوص. وعوضا من أن أشاهد بعيني الأماكن التي تنقلت فيها، صرت أراها داخل رأسي عبر شاشة إسقاط دماغية. لم أترك مكانا لم أذهب إليه، كنت حرا وسعيدا جدا. في البداية ذهبت لزيارة أمي، ثم لرؤية خطيبتي التي شاهدت معها عددا هائلا من الأفلام، وكذلك أدمنت ملاحقة الفتيات الجميلات، وكنت أحرص على الوجود كل جمعة في الملاهي لألاعب ابنة المحقق. كنت أدفع أرجوحتها فتضوي ضحكتها عاليا إلى جانب والديها اللذين يقدمان البزر على المقعد الخشبي. وفي المحصلة يمكنني القول أنني تجولت في أغلب المناطق التي تعذر علي السفر إليها حينما كنت طليقا، فقد جبت معظم عواصم العالم، وارتدت أجمل شواطئ العرات، واستمتعت بجمال الطبيعة، وتناولت العشاء في أفخر المطاعم، وكنت أتنقل بين تلك الأماكن بلمح البصر. وعلى الرغم من أن السجانين كانوا يفتحون علي باب الزنزانة مرتين في اليوم، إلا أنهم لم يلحظوا علي أي شيء. الحمقى كانوا يعتقدون أن رؤيتهم لي في الزنزانة دليل على وجودي في السجن. شكرا. أحب أولا أن أشكر إدارة معهد الأصفري
على حسن الضيافة الفكرية والمكانية، وأحب أن أشكر بشكل خاص أيضا هيئة الجائزة على اللطف وعلى اللطف البالغ، كما أحب أن أشكر بشكل خاص السادة أعضاء لجنة التحكيم، وذلك لسببين هامين بالنسبة لي. السبب الأول هو أنني قبلا قد حصلت على جوائز أدبية عديدة، لكنني هذه المرة شعرت بتقدير، شعرت بسعادة حقيقية لأنني حصلت على تقدير نوعي. فالسادة أعضاء لجنة التحكيم هم أسماء إبداعية مهمة في المشهد العربي الثقافي المعاصر. والسبب الآخر هو أنني حصلت من السادة أعضاء لجنة التحكيم على قبول لنصوص أكتبها أعتبرها مغايرة للنمط الأدبي السائد. سأقرأ بعض النصوص القصيرة. الزواج من الحافلة. وجدت نفسي جالسا على المقعد الخشبي في موقف حافلة بعيد عن العمران. انتظرت ساعات دون طائل، كانت العودة مستحيلة إلى القرية التي خرجت منها، فقد أضعت اتجاهي تماما. لحسن حظي كان موقف الحافلة مزودا بخزانة كتب للقراءة، فبدأت بقراءتها ولم أشعر بمرور الوقت غير أن الحافلة لم تمر. ففكرت بالاستقرار، تزوجت موقف الحافلة وأنجبنا حافلة صغيرة. ركبت الحافلة أخيرا وذهبت إلى المدينة وبدأت أعمل مدربا للحافلات. قبضت علي الشرطة بتهمة الاحتيال، فقد اكتشفوا أن جميع الحافلات المسمات أطفالا معطوبة وأنها تنتظر الإصلاح العاجل. فرأيت أنه من الحسن ألا نتزوج أي حافلة، وأنه من الأفضل أن نموت ونحن في الوحدة والعزلة. ورأيت أنه من الحسن كتابة ذلك ووضعه في خزانة الكتب الموجودة على ذلك الطريق. الأفعى. أشارت علي جدتي الاستعانة بعظم ساق جدي للقضاء على الأفعى السوداء الضخمة التي نراها أحيانا في بيتنا المتاخم لخرائب قصر قديم. تسللت ذات ليلة إلى المقبرة وقمت بنبش طبقات التربة المتحجرة حتى وصلت إلى الهيكل العظمي لجدي الشيخ. لم أجد صعوبة في حمل الساق إلى المنزل، وترصدت الأفعى طويلا حتى استطعت الهجوم عليها بعظم الساق الطويل، إلا أنني ارتجفت من الرعب حين كسر العظم القاسي وخرجت منه أفعى سوداء أخرى هربت مع رفيقتها إلى الخرائب. عاتبت جدتي على النصيحة الفاشلة، فأشارت علي بقتل الأفعى بإحدى أخشاب مسند الكتابة الذي كان جدي يستخدمه لنسخ المخطوطات القديمة. فشلت نصيحة من جديد، وخرجت أفعى ثالثة من الأخشاب القديمة. فتوقفت عن نقاش جدتي بشكل نهائي، واشتريت من متجر أمازون مصائد إلكترونية ناجعة. النص الثالث. يحفر في العظام. يحفر في العظام. في يوم الحرب لازمت منزلي وفكرت بحساب أطوال الأنفاق التي داومت على حفرها منذ عشرات السنين. بعد ساعات من العمل الشاق توصلت إلى أن مجموع أطوالها هو 5 كيلومترات، وهالني الأمر بل أصابني بالفزع، فهذا الطول لا يكفي للوصول من مدينتي إلى البحر المجاور للتلويح لأوليس التائه، ولا يكفي الوصول إلى الغابات حيث من الممكن تحطيب أشجار المهود والتوابيت، ولا إلى المطار القريب حين يلزم الهروب من المذابح. جلست أفكر قليلا واستحسنت أن أبدأ الحفر من جديد بشكل شاقولي، فهذا يبدو مريحا جدا، ولن أضطر إلى بذل جهد شاق في حفر الصخور، ولن تعيقني مقاومة الهواء البسيطة عن حفر آلاف الكيلومترات إلى السماء. أهمس لنفسي
أنه من الأفضل تحديد المكان المستهدف قبل الشروع بالحفر باستخدام GPS العقل والحدس والحواس، وأنه من الأفضل تحضير الأدوات المناسبة لذلك. فبدأت بشحذ المئات من أقلام الرصاص لضمان سرعة حفر النفق الطويل، لكنني في سنوات الحرب التالية سأكتشف أنني لم أحفر سوى مترين. كان الهواء صلبا كالعظام ولم يقدم لي أحد مبرات جديدة واحدة. النص الأخير نهاية قصة تراجيدية. كتبت نهاية لقصة، لست متأكدا من كتابتي للقصة، لقد نسيت فعلا أن أكتب القصة. أما النهاية فقد طرقت بابي ودخلت إلى غرفتي وجلست على طرف السرير، أشعلت لفافة وقالت: سأنتظرك ريثما تكتب تلك القصة فأتسلل إليها. ثم طلبت مني السماح بالدخول إلى غرفة النوم لاستخدام أدوات زينة زوجتي. قالت بغموض: سأذهب الليلة إلى موعد عاطفي مهم. حدقت قليلا في وجهها الشاحب واستغربت كيف تخطط للمساء العاطفي دون علم مني. ربما تقصد نهاية قصتي أن أشاركها التخطيط، فأكتب مثلا كيف أن ذلك الشاعر وقع في حبها فاستدرجها إلى سطح البناية البرجية وأقام معها علاقة سريعة لتلد بعدها ذلك الطفل البكاء. لا، هذا لن يحدث، فنهاية قصتي سيدة تشبه إيفلين زوجة هانك التسعيني، وقد حدثاني قبل قليل عن زيارتهما لدار رعاية المسنين حيث يخططان لتمضية ما تبقى من العمر. أشعر بالوحدة وقد تركتني نهاية قصتي. أفكر وأستغرب كيف تنجب نهاية قصتي طفلا بهذه السرعة. ربما يجب أن أكتب قصة تتضمن التفاصيل الأخرى حول تلك العلاقة. بدا ذلك مستحيلا، كيف أكتب نصا صنعته النهاية؟ وهل أستطيع إذا رغبت إجراء بعض التعديلات الضرورية؟ حسنا، علي التحلي ببعض الشجاعة واتخاذ القرار الأهم في حياتي. سأصعد إلى سطح تلك البناية حيث يواصل الطفل الاحتجاج على خروجه إلى العالم، ثم سأقفز به إلى سماء الفانيلا الكثيفة. حينها لن أشاهد نهاية قصتي في دار رعاية للمسنين كما سيحدث غالبا. شكرا. شكرا حسان، شكرا أنس، شكرا للجميع. نحن ببرنامجنا اليوم في عنا طبعا إفطار، بس باقي للإفطار ممكن 3/4 ساعة، صحيح؟ فبانتظار الإفطار ممكن أقل إفطار مبكر، أوكي. فهذا رح نعمله، رح نشرب قهوة بانتظار الإفطار وما حنطول بالإفطار، والصائمين يعني بيشاركونا على الأقل بالتمتع بالإفطار بانتظار أن يصير الإفطار الحقيقي. شكرا لحضوركم، وانتهت المراسم.